السلام عليكم ورحمة الله. ببعض الأحيان إكسل ما بيتعرف على نمط المعطيات الموجود ضمن العمود، خصوصا إذا كان هذا العمود مثل العمود اللي شايفينه هون هو تاريخ، وكل خلية مكتوبة بتنسيق تاريخ شكل مثل ما شايفين ببعض الأعمدة الفواصل هي شخطات، ببعض الأعمدة سلاش، ببعض الأعمدة باك سلاش، ببعض الأعمدة نقط، ببعض الأعمدة الأشهر مذكورة كخانتين، ببعض الأعمدة الأشهر والأيام مذكورة كخانة وحدة. خلينا بالبداية ناخذ نسخة عن هذا العمود مشان نشوفه قبل وبعد. رح حدد النطاق، قرب مؤشر الفارة على حرف النطاق ليصير مؤشر الماوس على هاي الحالة، اكبس زر كنترول من الكيبورد، لاحظوا تغير المؤشر، رح اسحب وحط النسخة هون، هيك بنكون أخذنا نسخة عن هذا النطاق. ثم رح حدد العمود كاملا، لاحظوا نمط المعطيات هون هو عام، رح روح على تبويب بيانات، شيء اسمه النص إلى أعمدة، رح أقول له التالي، ثم رح أقول له التالي، ثم رح اختار التاريخ. لاحظوا تنسيق النص نحن عنا إياه يوم ثم شهر ثم سنة، فرح حطه day month year ورح أقول له إنهاء. رح أرجع على التبويب الشريط الرئيسي، رح أحط هدول بالمنتصف، لاحظوا كيف صاروا كلهم تنسيقهم تاريخ، لاحظوا كيف كانوا قبل وكيف صاروا بعد، وحدهم حسب تنسيق التاريخ يلي حاطه أنت بالمنطقة الزمنية عندك بالجهاز. طيب بعد ما حولناهم ولنفرض أنه نحن ما بدنا إياهم على هذا الشكل، بدنا إياهم يكونوا يناير فبراير، كيف ممكن نعملهم؟ بنحدد العمود بعد التحويل بطبيعة الحال، بنروح على تبويب الشريط الرئيسي، بنختار من هون تنسيقات أرقام إضافية، بعدين بناخذ التاريخ، من التاريخ هون نختار العربية المملكة العربية السعودية. من العربية المملكة العربية السعودية في عنا كذا طريقة لعرض التاريخ، في عنا تسمية إنجليزية ممكن يكون مثلا المطلوب هو انه نحطهم 14 يونيو 2012 بهذا النمط من الأرقام، ممكن يكون المطلوب 14 يونيو 2012 بهذا النمط من الأرقام، ممكن يكون المطلوب مثلا مو يونيو، مثلا ممكن يكون المطلوب حزيران وتموز وآب، أيضا بيطلع لنا خيارين أنه يكون الـ 14 بهذا الشكل أو بهذا الشكل، ممكن يكون أيضا أم القرى، وبالتالي بيطلع لنا رجب وشعبان يعني التقويم الهجري. مثلا لنفرض أنه إحنا بدنا إياهم تسمية إنجليزية وبدنا هذا النمط من الأرقام، ورح نقول له موافق، بنلاحظ أنه قلبهم، ممكن عاد يتحكم بتنسيق الخلية. تجدر الإشارة أخيرا يا جماعة إلى أنه إكسل أحيانا مع أنك أنت بتروح على البيانات وبتقول له النص إلى أعمدة، بعض الخلايا ما بيتعرف عليها ما بيقدر بيحولها لتاريخ، فشو بنسوي هون؟ بنلجأ لحيلة صغيرة، مثلا لنفرض أنه هذا العمود يلي ما حوله لتاريخ، لاحظوا الفاصل بين اليوم والشهر والسنة هو الباك سلاش، فنحن بنلجأ لحيلة بأنه بنعمل كنترول اتش من الكيبورد، بنبدل كل باك سلاش بسلاش. ليش؟ لأنه هو إكسل عم يتعرف على سلاش على أنه هي فاصل بين يوم شهر سنة، بينما ما عم يتعرف على هاي، فبنعمل هيك وبنقول له استبدال الكل. عمليا هلأ إذا رجعنا عملنا بيرجع بيتعرف عليهم. أيضا ممكن تبدل النقطة إذا ما تعرف على النقطة، ببعض الأحيان لا تعمل هذا خيار النص إلى أعمدة لا يعمل مع النقطة، فبتعمل كنترول H طبعا مع تحديد النطاق اللي بدك تستهدفه عشان ما يبدل كل النقاط بكل الملف. بنحدد النطاق اللي بدنا نستهدفه من هون لهون مثلا أو العمود كاملا، وبنعمل كنترول H ونستبدل كل نقطة ب سلاش، وبعدين بنقول له استبدال الكل. بنلاحظ أيضا هيك مش الحال. كمان ملاحظة أخيرة، مو بالضرورة إنك إذا شفت الخلية على هذا الشكل إنه يكون متعرف عليها كتاريخ. ليش؟ هلا هي متعرف عليها كتاريخ، المعيار إنه نشوف الخلية متعرف عليها كتاريخ أو لا هو إنه يطلع هون التاريخ، ما يطلع عام ولا يطلع نص ولا يطلع كذا، هذول كلهم التاريخ. لاحظوا قبل بالخيار اللي قبله لما كنا نحط هون كان متعرف عليها كتاريخ، بينما لما نحط هون كان متعرف عليها عام. بمعنى آخر انك انت لو حددت هاد وبعدين رحت طبقت الخطوات اللي حكينا عنهم، تاريخ بعدين هون، انا مشان اوصلها بسرعة بكتب العرب، بيطلع لي العربية مباشرة، باخذ المملكة العربية السعودية، راح اخذ تسمية انجليزية، بعدين راح اخذ 14 يونيو، راح اقول له موافق. لاحظوا حولهم كلهم باستثناء الأول. ليش؟ لأنه الأول أساساً ما أنه متعرف عليه كتاريخ. فمشان هيك الخطوة الأولى مثل ما حكينا بنحدد النطاق، إذا في تبديلات صغيرة ممكن نبدلها، بنروح على بيانات النص إلى أعمدة وبنعمل هدول القصص يلي حكينا عنهم. هاد كان كل شيء لدرسنا لليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.